السلام عليكم قرار جمهوري للرئيس هادي بنقل جلسات البرلمان من صنعاء الى العاصمه المؤقته عدن والغاء كافه القرارات الصادره عنه منذ سيطره الانقلابيين على صنعاء القرار خلق جدلا واسعا بين من يعتبره مهما ومدروسا ضمن خطه تدريجيه لاستعاده الدوله بكافه مؤسساتها ومن يقول انه غير مهم القرار جاء من الناحية الدستورية مستندا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى نص المادة السادسة والستين من دستور الجمهورية اليمنية والمادة الخامسة من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني التي تؤكد نقل البرلمان وفقا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم قدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس في سياق متصل بقرار نقل البرلمان ايضا تم الغاء القرارات الصادره عن المجلس منذ سيطره الانقلابيين على صنعاء وهو ما يعزز تاكيدات متابعين ان وضع حد لكل اجراءات الانقلاب وانهاء مظاهره يجري على قدم وساق. المساء اليمني سيحاول في حلقه هذا اليوم ان يبحث في حيثيات القرار وابعاده من خلال المحاور والتساؤلات الاتيه هل تصبح عدن مركز التشريع للدوله اليمنيه؟ وبعد نقل البنك ونقل البرلمان هل يتغير المزاج الجنوبي باعتبار عدن باتت مركز الدولة؟ هل يجعل هذا التحول نحو عدن منطلقا جديدا للدولة الاتحادية الحديثة؟ مشاهدينا الكرام حول ذلك ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة ينضم لي للنقاش في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان أهلا بك دكتور أهلا مساء الخير إذا نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نعود للبدء بالنقاش موسم هجرة الدولة اليمنيه الى الجنوب او هذا ما تقتضيه طبيعه المرحله السياسيه الراهنه. قرار نقل البرلمان الى عدن خطوه حاسمه في مرحله الصراع بين الشرعيه والانقلاب. عدن التي اصبحت عاصمه مؤقته لليمن قبل ان تقلع الطائرات الحربيه باوامر تحالف الانقلاب لقصف قصر المعاشيق مقر الرئيس الشرعي مضطره للمغادره ثم العوده اليها بعد معركه التحرير معركه تتضح معالمها يوما بعد اخر في سبيل استعاده الدوله اليمنيه المنهوبه كان نقل البنك المركزي الى عدن هو اهم قرار نحو استعاده الدوله اقتصاديا لياتي قرار نقل البرلمان كخطوه سياسيه لاستعاده مؤسسات الدوله الدستوريه الدولة الانتقالية من صنعاء إلى عدن، هذا هو عنوان اللحظة الراهنة منذ الانقلاب والاجتياح الذي أنقض على العملية السياسية وتسبب في نسف المرحلة الانتقالية ابتداء من الثورة وصولا إلى الحوار. فيما يؤكد مراقبون أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الاستعادة التدريجية للدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. التحول السياسي والاقتصادي نحو عدن يجعلها منطلقا جديدا للدوله الاتحاديه الحديثه ويضع اليمن في عهد جديد ضمن معركه اليمن الواحد نحو استعاده الدوله الا ان الامر بحسب متابعين لا يزال يتطلب تغييرا في المزاج السياسي والشعبي الجنوبي تجاه كل ما هو قادم الى عدن باعتبارها اصبحت قبله اليمن الجديد ومركز الدوله الاتحاديه الناشئه اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ارحب ايضا بضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمس مجددا وبضيوفي الذين سينضمون الينا تباعا دكتور هذا القرار الجمهوري الجديد للرئيس عبد ربه منصور هادي يقضي بنقل جلسات البرلمان من صنعاء الى العاصمه المؤقته عدن ما الاهميه التي ياتي بهذا القرار آه طيب دعني اولا اضع القرار في سياقه الاستراتيجي نحن كنا طلبنا اعتقد من نفس الاستوديو اكثر من لقاء بان يتم نقل او او البرلمان السلطه التشريعيه والقضائيه ومجلس الشورى ومخرجات الحوار وكل مؤسسه صناعه القرار الدستوريه المؤثره في افراغ كل المسوغ كل المؤسسات المانحه للانقلابيين مسوغات قانونيه وبالتالي ينبغي او يتوجب ان تكون هذه القرارات وفق استراتيجية تقويض واستعابة جغرافيا مؤسسات وليس ردة فعل. <applause> كان هنا القرار نحن نتوقع قرارا يرفع الحصانة عن كثير من الاعضاء، جاء هذا القرار كردة فعل او استباقية. ولهذا ولكنه قرار استراتيجي ومهم في هذا التوقيت ونتمنى ان يتم وضع استراتيجية يعني مقابلة ليس الفعل العسكري هو اللاعب ينبغي وضع استراتيجية كيفية تقويض الانقلابيين من خلال أولا أن تكون عدن ذات دلالة رمزية وطنية وسيادية وتهيئتها لاستقبال السلطة التشريعية سواء كانت لمكونات أو قوى سياسية مجلس الشورى الذي يستطيع الرئيس أن يحدث فيه تغييرا لأنه يمنحه الدستور المشورة صحيح. معين هي هيئة استشارية لها مهام دستورية ولا أدري لماذا حتى الآن لم يستثمرها رئيس الجمهورية في إحداث تعديلات في هذا المجلس الذي يضفي حضورا وداعما لصناعة القرار كل أعضاء لجنة الحوار وصياغة الدستور إلى جانب السلطة التنفيذية وهناك أيضا اللجنة السلطة القضائية التي ينبغي أن يتم استشارة القضاء في كيفية إيجاد ممثل أو هيئة أو كيفية نقل المؤسسة القضائية إلى العاصمة عدن هذا مهم لأن الإنقلابيون استغلوا البرلمان وهو فصيل سياسي أحادي ونعلم كيف تتم الإجتماعات لكن حاولوا أن يضفوا الشرعية على كثير من القرارات وهناك دول ستحاول أن تدعم ذلك أو تغض الطرف وهي تعرف أنه مخالف لماذا نترك هذه الفراغات وهذه نقطة الضعف بالتالي اعتقد القرار حاسم هناك قرارين هامين حاسمين اتخذهما الرئيس وينبغي أن يستمر هذا القرار القرار الأول هو إلغاء كل قرارات التوظيف والتعيينات التي تمت منذ الانقلاب وحوش استمر وهذا كان خطير على مستوى إيجاد الكيان الموازي للانقلابيين مف. داخل مؤسسة الدولة وهذا القرار ينبغي أن يكون هدفا استراتيجيا تتابعه وأنا أشكر كثير من الناشطين الذين يعني يرصدون كل التعيينات وكل المؤسسات لأن هذا هدف لتقويض الدويلة في الدويلة الذي الآن يتم بناؤها بشكل دقيق ولا مرئي أقولها لا مرئي لأن الدويلة في الدويلة المرئية نشاهد هذا كيان غير مرئي لذلك أعتقد أن هناك تدوين ونحن نشكر ونقدر هذا الجهد العنصر الثاني نقل البرلمان أو أعضاء الجلسات البرلمان وإلغاء أيضا هناك قرار مهم 28 إلغاء كل القرارات منذ إصدارها وهذا أيضا كان دخول الانقلابيين لصنعاء كل القرار منذ ان اجتمع البرلمان هذا مهم للغايه اذا الان ينبغي اولا ان نهيئ عدن يعني هذه نقطه مهمه ان نهيئ عدن امنيا واملاء الفراغات الامنيه فكنت انا استمع الى رئيس الحكومه يدعو يدعو المنظمات الدوليه الى التواجد في عدن والسفارات لا يمكن لك ان تدعو وهناك فريق انقلابي يقوم بإحداث عمليات منهجية في مواعيد مزمنة لا يمكن لك أن تدعو أعضاء البرلمان ونحن نسمع عن أن هناك قطاعات عسكرية توقف المسؤولين وتحقق وفقا للبطاقة الشخصية إذا مدينة عدن تحت السيطرة جغرافيا ينبغي أن تكون عاصمة لكل اليمنيين وأقول كيف يأتي كيف نخلق نوع من الاستئناس ونخلق نوع من الحمل الاجتماعي بس فكرة كاملة سأكمل الفكره عندما يتم هذا الحضور الدائم ونخلق حركه اقتصاديه سيستفيد المواطن اقتصاديا وتحرك الأقل الاقتصاديه ونخلق نوع من الحراك نوع من وسيعزز من استقرار وهذا المدينة سيعمل نوع من نوع من الاستئناس بين الناس وكسر الحاجز النفسي بين كل مكونات ومناطق اليمن. طيب دكتور انت تطرقت لنقطه مهمه حول موضوع التوقيت، هل تاخر القرار الى هذا الوقت واعتباره يعني انت اعتبرته رده فعل وليس فعل. هل هل لنا ان نفصل اكثر في حيثيات هذه النقطه بالنسبه للتوقيت؟ دائما نحن عندما ندير معركه غالبا السلطه نحس انها لا تضع رؤية استراتيجية نحن هناك أحد أعضاء البرلمان طرح على السلطة الشرعية في الرياض أعطاهم دراسة كاملة عن أعضاء البرلمان عن انتماءاتهم عن كيفية استدعائهم وأنه يتوجب استدعائهم ولكن لم يتم التفات الملف قبل عام عند مؤتمر عام ونصف كان بالإمكان أن نقوم باستدعاء وتهريب بعض أعضاء البرلمان حتى لا يتم توظيفهم والآن نحن نقول على السلطة القضائية وعلى المجلس الشورى وعلى كل حتى المؤتمر الشعبي العام اعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين لهم مواقف اعتقد انهم الان رافضون لهذا المشروع وهناك من تبع بالتالي نحن بحاجه الى القاعده المتوسطة وحتى القيادات العليا من المؤتمر الشعبي العام التي تتبع المخلوع صالح ليتم توظيفها كطرف في المستقبل لانهم الان يعتقدوا انهم سيضربون الوفاق بان نحن نعرف ان المخلوع صالح مسيطر على المؤتمر الشعبي العام وهو عباره عن اشخاص ومنظومه فساد لكن هناك قواعد جماهيريه وقيادات على 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 السلطه الشرعيه ان تقوي المؤتمر الشعبي العام الذي يدعم السلطه الشرعيه ويتم اعداده من جديد ويتم تهيئته و ايجاد له هيكل وبالتالي تقويض او اعطاء نوع من الاجراء الذي يقصي كل اولئك الذين وقفوا مع الانقلاب الانقلاب ونكثوا بما تم التوقيع عليه من بدر الخليجيه وبالتالي اعداد المؤتمر الشعبي العام وتهيئته قياديا وتعبئة جماهير خاصة تلك التي في المتوسطة وبعض القيادات استقطابها، أيضا عنصر مهم في المستقبل كطرف من أطراف المبادرة الخليجية، خاصة وأن الرئيس ما زال يستخدم المبادرة الخليجية كأنه رئيس توافقي واتخذ القرار في البرلمان على هذا صحيح. الأساس، أنا كنت من المناديين بإلغاء المؤتمر الشعبي العام ولكن في فترة سابقة الآن أنا. أدعو إلى أن نقوم بدعم المؤتمر الشعبي العام وتلك القيادات التي مع الشرعية ليتم المحافظة على هذا الهيكل ليصبحوا ممثلين في عند الذهاب إلى عدن أو حتى إذا لم يتخذ قرارات البرلمان لكن نحن بحاجة إلى هذا الطرف ولا كيفية توظيفه في الحقل السياسي طيب دكتور دعنا نشرك معنا في الحوار رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان اليمني دكتور عيدروس النقيب مساء الخير دكتور أهلا مساء النور يا مرحبا أهلا بك دكتور كبرلماني ما الذي يشكله قرار نقل البرلمان إلى عدن من أهمية من دلالة في هذا التوقيت أيضا معذرة فاتني السؤال ماذا؟ كنت أتحدث على أنه ما الذي يشكله لك برلماني ورئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان اليمني قرار نقل جلسات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن في هذا التوقيت تحديدا الحقيقة أنا أنا كنت أوشكت من إكمال رسالة توجهت بها إلى رئيس الجمهورية وإلى زملائي الجمهوري البرلمانيين الذين هم مع الشرعية وسبحان الله كان تبادل الخواطر يمشي في لحظه واحده، كنت دعوت الى نقل مقر البرلمان الى عدن وبدء الشروع في عقد اجتماعات مجلس النواب في عدن لا. بالكتله البرلمانيه الحاليه المؤيده لرئيس الجمهوريه وسيتقاطر معها عدد اخر من الاعضاء وانا على يقين من هذا لمعرفتي الظروف التي يعمل فيها الزملاء في صنعاء. ولكن كان الرئيس أسبق مننا في هذا أعتقد أن الخطوة هذه ربما تكون تأخرت شوية لكنها جاءت في وقتها ومناسبة وتمثل ضربة معلم لصحب البساط من تحت الحركة الإنقلابية وأخذ آخر, آخر أوراق يعتقدون أنهم يتفوقون بها على الشرعية طيب دكتور من الناحية الدستورية والقانونية هذا القرار هل يمر وفق آلية سليمة من الناحيه الدستوريه ال لائحه مجلس النواب تحدد المقر الرئيسي لمجلس النواب صنعاء ويجوز له ان يعقد اجتماعات في اي مكان اذا اذا دعت الضروره الى ذلك. فهذا منطقيا لا يخالف الدستور، ثم ان الضروره هي اكبر من اكبر من فقط ما تم افتراضه من ظروف، عندما اعددنا لائحه مجلس النواب كنا نفترض انه الرغبه في عمل مبادره معينه لمحافظه معينه ويذهب مجلس النواب لعقد اجتماعات هناك او نوع من تغيير الاجواء لمجلس النواب، اما وان العاصمه مخطوفه والدوله مخطوفه ومجلس النواب مخطوف والمنشات والبنيه التحتيه كلها مخطوفه بيد الميليشيات، فاعتقد ان الضروره يعني اكبر من مجرد ضروره، يعني حاجه ملحه لا لا تقتضي التاجيل. طيب الان وفق المتوقع وفق ما هو ما يجب ان يكون مثلا هل ستعقد الجلسات من من المتوقع من الاعضاء ان يحضروا كم هم الاعضاء الذين قد تستطيع الشرعيه طلبهم و... او طلب منهم ان يحضروا هذه الجلسات لتقام هذه الجلسات في نهايه المطاف في تصوري اننا بحاجه الى الى اعداد جيد لعقد اجتماعات مجلس النواب لكن هذا الاعداد الجيد سيستلزم التالي اولا فاسيليتي ما يسمى بالايش المنشات والبنيه التحتيه لمجلس النواب مجلس النواب لا يمكن ان يعقد يعني في قاعة مؤتمرات لابد لابد من منشأة مناسبة لمجلس النواب لأن لأن المجلس يستدعي جهاز إداري إلى جانب اللجان البرلمانية الأعضاء يعني ثانيا الموازنة التشغيلية لمجلس النواب أعرف أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلد يعني ربما تحتاج نوع من التقشف لكن أعتقد أن النصر السياسي الذي يمثله وانعقاد مجلس النواب يستحق أن تسقط عليه يعني مئة مليون ريال يمني أو ما فوقها كحالة أولى يعني كشهر أول وبعد ذلك تأتي الإجراءات الروتينية لأن مجلس النواب له موازنة والموازنة هي مخطوفة مع الجماعة الإنقلابية مثلما خطفوا كل شيء إلى جانب ذلك هناك قضايا إذا كان هذا هو آخر أسئلتك أريد أن أتوجه بها إلى زملائي أعضاء مجلس النواب وإلى أخواني المواطنين في عدن وبالذات نشطاء الحركة السلمية الجنوبية الرسالة الأولى أدعو أخواننا في أعضاء البرلمان ان 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 ينظروا بمسؤوليه الى موضوع القضيه الجنوبيه لان قضيه التنافر بين نشطاء الحراك السلمي الجنوبي وبين السلطه الشرعيه يا موضوع مصير القضيه الجنوبيه مصير القضيه الجنوبيه لن لن يعالج بالعنتريات وبالمشاغبات وبالمواجهات يعالج في اطار عمليه سياسيه محكمه ومسؤوله ثانيا ولذلك مطلوب من اعضاء مجلس النواب ان ينظروا بمسؤوليه تجاه القضيه الجنوبيه بعيدا عن العدائيه او الاتهام بالانفصاليه النقطه الثانيه على الاخوه وانا دعوت في منشور لي اليوم وفي تصريح لبعض الصحف والمواقع الالكترونيه دعوت نشطاء الحراك السلمي ان يتعاملوا بايجابيه مع قرار مجلس قرار رئيس الجمهوريه والا يحولوا مساله نقل <applause> المجلس الى قضيه اشكاليه في ظرف نحن بحاجه الى حشد كل الطاقات لمواجهه الغزو الفارسي الذي يتهدد البلاد والعباد. طيب لكن أه هذا ليس دعوه الى تخليهم عن مطالبهم التي هي مشروعه والتي يجب ان تعالج في اطار العمليه السياسيه. طيب يعني دكتور الان بالنسبه لعدن، يعني انا افهم من كلامك نوع من المخاوف، نوع من الترقب حول ما سيؤول له الوضع وحول عدن كعاصمة مؤقتة للانقلابيين هل هي من وجهة نظرك يعني مركز قابل عاصم نعم عاصمة مؤقتة لليمن عدن كعاصمة مؤقتة لليمن الان هل هي جاهزة للقيام بهذا الدور ومؤهلة من جميع النواحي انا اعتقد ان عدن افضل حالا من صنعاء اذا ما قارن الوضع بين صنعاء وعدن، لكن هذا لا يعني ان الامور على ما يرام في كثير من النواقص هي بحاجه الى معالجه وعلى حكو وعلى الحكومه آه، التي يراسها الزميل الدكتور احمد عبيد بن دغر ان تعد العده للمرحله القادمه، انا اقصد باعداد العده أن إن توفير الامن وترميم البنيه التحتيه ليس من اجل مجلس النواب لكن ايضا مجلس النواب يشترط ان يشتغل في بيئه امنه لا يمكن ان يشتغل في ظل اوضاع امنيه منفلته انا احيي الجهود التي تبذلها الاجهزه الامنيه لكننا معذره لكننا بحاجه الى مزيد من تكثيف الجهود والى مزيد من تطبيع الاوضاع لتحويل عدم فعلا الى عاصمه تليق بالمؤسسات الدستوريه المختلفه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه اذا شكرا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس كتله الاشتراك في البرلمان اليمني ورئيس مركز شمسان للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من شفيلد دكتور هل من تعقيب حول ما ذكره الدكتور فقط اضيف ان ايضا قرار الرئيس يستند الى الماده 66 من الدستور واعتقد هو قرار شرعي والى مجموعه من المرجعيات أيضا ليس بالضرورة أن يجتمع على المستوى القريب <applause> الآن تم إبطال مفعول توظيف أو استثمار جلسات البرلمان في صنعاء كغرض تكتيكي لكن كغرض استراتيجي الاستراتيجي يعني. من الآن ينبغي أن تضع خطة استراتيجية لأن كان يعني أضف شرعية حاول أن يضفي شرعية على حكومة مجلس السياسي حاول أن كان سيتخذ قرار رفع الحصانة عن كل ال الأعضاء الآخرين وبالتالي أربك المشهد وسيخلق نوع وهناك تغاضي دولي عن إيجاد سلطتين لها يعني شرعيات أو مؤسسات تمنح الشرعية هذا خطير لكن ما أود التركيز عليه هو رسالة لمدينه عدن اللي يجب تهيئتها ونحن طلبنا واتذكر تماما عن املاء الفراغات الامنيه كتحدي للضغط واذكر المواطن لو سمحت هذا مهم جدا بالنسبه لي. يعني نحن سنركز عليه بشكل اكبر لا لكن فقط حتى لا حتى العرب. لا اخرج ولكن طفل. اقول ان ولد الشيخ استخدم في احاطته لمجلس الامن انه زار عدن. في مناسبتين تحت ظروف أمنية حساسة وهذا ماذا يعني؟ يعني أن السلطة الشرعية غير قادرة على حماية الجغرافيا وبالتالي هنا خطر أن تكون مرتع أو بيئة خصبة للجماعات المتطرفة وهذا نقطة ضعف ونقطة ضغط على السلطة الشرعية لذلك أعتقد أن السيطرة الأمنية وتوحيد القوات الأمنية اثنين لأولئك الذين وجه لهم رسالة الصديق العزيز العيدروس اولئك الذين ياخذوا مواقف عاطفيه ونفسيه اقول لهم نحن الان في مرحله دوليه يحكمها الملتوسيه الجديده واليمين المتطرف الذي يعتقد ان البقاء الافضل بمعنى نحن في اليمن فلنذهب للفناء هم يحتاجون براميل النفط وبرامج النفط هذه نحن لا نستحقها لاننا لا نساهم بالفعل الحضاري وبالتالي سيحاولون يقتربون من الاتحاد السوفيتي ليكون الخصم أو مع الاتحاد الروسي يعني سيكون هو حليفا إلى حد كبير لمواجهة ما يسمى صراع الحضارات بين الدول الإسلامية أو الإسلام كخطر إرهابي وهذا ترامب لا يحارب المجموعات المتطرفة ترامب يحارب الإسلام برمته وبالتالي في اليمن لن يلتفتوا وأنزال اليوم وأقولها بوضوح لكل أولئك الذين يتخذون مواقف عاطفية ونفسية قصيرة النظر من حيث إيقاف الناس في على, على حدود عدن والذين يتخذون مواقف يعني قصيرة النظر حد لا لا تشاهد ما, ما امامها، ان الانزال الجوي او العسكري اليوم لمواجهه القاعده تطور خطير، اي ان اليمن ستصبح مجالا لتدخل مباشر وكامل امريكي وربما يتم التدخل تحت مبرر مكافحه الجماعات المتطرفه وهذا خطير، وبالتالي لن نستطيع المحافظه على الجنوب ولن نستطيع ان نوقف احداث في المناطق الشماليه، علينا ان نوجد بيئه راسخه ثابتة للتحرك كما أوجدنا الآن هناك ثلاثة مناطق المنطقة الأولى هي مارب والجوف وهو حافظنا على الآبار النفطية وأوجدنا قاعدة عسكرية عدن ينبغي أن تكون عاصمتنا الموقتة القوية المملوءة فراغية التي كانت تاريخيا كوزموبوليتي يعني تقبل كل الناس وبالتالي بالتالي عليها أن تكون صلبة وقابلة وموحدة حتى تكتيكيا في هذا التوقيت ومن ثم ننطلق إلى بقية المحافظات الساحلية حتى نسيطر على البحر لان هناك مشاريع لاقامات قواعد بحريه ايرانيه وهناك تهريب سلاح وهناك حتى التدخل الدولي ربما يتم قص بعض السفن لتدخل دولي اليمن واذا ما تدخل دولي فان سوريا امامنا نشاهدها والدستور الذي وضع من قبل الروس يعكس التصور المرسوم للمنطقة العربية أوجه الرسالة وأؤكد كلام ما قاله الدكتور ما قاله الدكتور ينبغي أن أن نترفع إلى مستوى التحدي اللي نحن نعيشه طيب دكتور الآن في في القرار الأخر وهو إلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس النواب منذ دخول الانقلابيين لصنعاء، هذا الامر هل له نوع من العلاقه بوضع حد لكافه الاجراءات الاحاديه التي تمت من قبل الانقلابيين وكذلك محاولاتهم لوضع نوع او زرع نوع من الشرعيه لما يقومون به؟ اعتقد ان قرار اضفاء الشرعيه على الحكومه كل القرارات الصادره من هذا الفصيل وبالفعل كلمه فصيل وليس فصيلا هو جماعه تتبع المخلوع صالح وجماعه آآ لا علاقه لها بالمواثيق والمرجعيات ولا علاقتها حتى بالعمل الوطني، بالتالي اعتقد أنها هي خطوه استراتيجيه وعمليه وحاسمه يعني وقانونيه ايضا لاغلاق كل المنافذ واصبحت الجماعة الإنقلابية دون غطاء تشريعي <applause> ونتمنى أن تكون في المستقبل دون غطاء قضائي والبنك المركزي مهم نقله هو توزيع المرتبات وقلنا <applause> أن يعني نحن طلبنا بأكثر مرة أن إدارة المعارك لا ليست عسكرية إدارة الحياة اليومية معركة أهم عنصر فيها كيف يمكن أيضا إدارة الحياة اليومية مرتبات صحة أمان أهم عنصر أيضا تجميع المؤسسات الدستوريه التي تمنح للرئيس وتجمع لديه القدره على اضفاء الشرعيه على صناعه القرار وتجعل كل فعل او رد فعل من الانقلابيين مفرغ من كل مسوغ ما عدا ما يسمى قوه السلاح يصبح كل افعال الحوثيين الانقلابيين مجرد فعل عسكري ميليشياوي خارج عن القانون وفي حال ما مشت الاستراتيجيه نحو التجميع في عدن للمؤسسات الدستورية <applause> الانفتاح على كل المكونات والجماعات السياسية وأهم عنصر عندما يتم استدعاء كل اليمنيين والنخب للعدن سيخلق نوع من الانتعاش الاقتصادية سينكسر الحاجز النفسي <applause> سنوجد أرضية للدفاع العنصر الآخر المحافظات النفطيه سيطرنا عليها حتى لا يتم التزود بها والاستيلاء على الابار وهذا يجعل وربما تم وضع ثقل عسكري هناك ايضا ثقل قاعده عسكريه، العنصر الثالث المحافظات الساحليه يصبح معك منطقه جغرافيه وجماعه ليس لها مسوغ تشريعي او قانوني غير الفعل العسكري والتمرد من هنا السلطة في حال ما استمرت في هذا التقدم ليست بحاجة إلى مجلس الأمن وليست بحاجة إلى قرارات دولية لأنها تعزز على الأرض لأنها سلطة شرعية موجودة وهذه الجماعة متمردة علي السلطة الشرعية أن تفرض سيابة القانون نعم. وأن تخضع هذه الجماعة المتمردة إلى القانون اليمني والدستور محاكمة الدولية بالتالي نعم. أنا أتمنى أختم هذه الجملة أتمنى ألا تكون قراراتنا عبارة عن ردود أفعال قلنا وطلبنا منذ البدء ينبغي أن نستثمر كل ونستثمر كل المؤسسات المجلس مجلس الشورى كل هؤلاء الاطراف ايضا استيعاب النخب هناك نخب الان تابعها انا في في وسائل الاتصال مسهمه وفاعله هل يتم التواصل معها هل يتم معرفه او رصد الداخل من خلال الجماعات التي هي تتخذ قرارات تحت الضغط وهي مع السلطه الشرعيه كيف بفضل. يمكن استقطابها بكثير من من الاشياء بفضل. ينبغي دعنا نكمل الحوار في محاور هذه الحلقه لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نعود للحوار مع الدكتور عبد الباقي الشمسان دكتور في الخبر الذي نشرته وكاله سبأ اتكاء واضح على نصوص المبادره مبادره مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بان النقطه التي ذكرتها عقد جلسه للمجلس بفصيل سياسي واحد والمبادره الخليجيه كانت واضحه في موضوع التوافق حول اتخاذ القرارات بشكل عام هذا الامر هل يعني أن هناك نوع من التركيز وبث رسائل واضحة للمجتمع الدولي لإسماعيل ولد الشيخ على أن المرجعية الثلاث لابد من التأكيد عليه والتمركز حولها كطريق مجدي للحل في اليمن إذا تابعت خطابات المخلوع صالح ستلاحظ أنه يكرر مرارا وتكرارا أن لم تعد المبادرة الخليجية قائمة ولم يعد يتبعها وهذا أيضا رد عليه اثنين المبادرة الخليجية وأنا هنا نبهت في الجزء الأول بأنه ينبغي أن نحاول أن نحافظ على يعني على المؤتمر الشعبي العام الفصيل المتموضع مع الشرعية واستقطاب وأنا عندي معلومات من الداخل أن كثير من القواعد الجماهيرية المؤتمر لم تعد مع الانقلابيين وتعاني مثل اليمنيين وهي بحاجة إلى من ينقذها بالتالي أعتقد أن هم يريدون التخلص من المبادرة الخليجية لأنها توافقية حتى لا وأنا أقول للرئيس أنه ينبغي الآن أن نحافظ على هذا الفصيل في إطار الحقل السياسي اليمني وبالتالي يتم التعامل مع الفصيل المتموضع مع المخلوع صالح كجماعة انقلابية لا علاقه لها بالعمل الحزبي ونكثت في العهود والذي نكث المخلوع صالح الذي يدير الحزب السياسي ولكن هناك جماعات اخرى ينبغي استيعابها لتكون تلعب دورا في المستقبل ولهذا نحن نطالب بتفعيل هذا العنصر المبادره الخليجيه ما زالت قائمه وهي الراعيه واعتقد ان انا كنت من الـ من الـ من الاشخاص كما قلت لك المطالبين ب يعني بالغاء المؤتمر الشعبي العام وتاسيس كيان اخر لكن مع تطور المعركه المخلوع صالح استغل هذا الطول وحاول التنصل من بدر الخليجيه وبالتالي طالما انه تنصل منها اصبح لا يخضع للحصانه واصبح مطالب هو بالم... الان يدعو الى الغاء العمل بها يعني ب... طبعا بساطة. لانه لا يريد التعامل بتوافق ثانيا التوافق لا يعني انا اخشى كلمه التوافق هذه هي التي قضت على المشروع الجمهوري والمشروع اليمني منذ قيام الجمهوريه اليمني، التوافق والمحاصصه هذه هي التي قوضتنا ودمرت المشروع اليمني، نحن نتوافق مؤقتا نقولها للسلطه، صحيح توافق مؤقت لكن لا يعني عدم استيعاب، بالديمقراطيه يقول الاغلبيه، الاغلبيه لا تعني اقصاء الاقليه. يعني استيعاب مطالب الاقليه في مشروع الجماعه الاغلبيه أغلب الفهم أغلب العربي ان الاغلبيه يعني انها لا تستوعب هذه المطالب ونحن نقول للتوافق لا يعني التوافق انك تحاصص وتعيد انتاج القوى ولهذا نلاحظ التمردات والصراع السياسي أه. في في المناطق اليمنيه وصراع الجماعات النخبويه بف. على الحصص لماذا؟ لانها لا تستوعب الكفاءات لذلك التوافق يعني أننا نلتقي حول نقطة وندخل معنا جماعات أخرى لم غير مشمولة هذا هو الفعل الديمقراطي وهذا هو الفعل السياسي الناجح طيب دكتور دعنا نشرك في الحوار مستشار وزير الإعلام فيصل العواضي دكتور فيصل العواضي ينضم لنا عبر الهاتف مساء الخير دكتور مرحبا أخي الكريم مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين أهلا بك دكتور نقل البرلمان إلى عدن هل جاء في سياق ردة فعل أو خطوة تكتيكية فقط أم أنه كان ضمن خطة استراتيجية على المدى الطويل كانت الحكومة الشرعية بانتظار الوقت لتنفذ هذه الخطوة فيه آه طبعا يعني قلنا مرارا وتكرارا أن عام 2017 سنشهد أداء مختلفا للحكومة ولا بد أن تكون كل مؤسسات الدولة في العاصمة <applause> التي تباشر منها الحكومة مهامها يعني الآن السلطة التنفيذية في عدن والسلطة التشريعية أيضا هناك ترتيب مقر المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية والبرلمان لابد أن يكون من الطبيعي في العاصمة وهذا القرار جاء في وقته كي لا يظل البرلمان في حالة غياب وكي لا تظل تلك القرارات الأحادية تحاول أن تستمد شرعيتها من البرلمان طيب الآن عدن كعاصمة مؤقتة لليمن هل ستكون منطلق المنطلق السياسي للدولة الاتحادية المنطلق السياسي للدولة اليمنية بمواجهة الفعل الانقلاب الذي لا زال مستمرا إلى الآن طبيعي ان عدنا الان ستقود الدوله ودعني اشير الى جمله من الحقائق التاريخيه وارجو ان لا يساء فهم ما اقول في هذا الجانب لم تكن صنعاء في يوم من الايام عاصمه لليمن ابان عصور ازدهار الحضاري كانت عاصمه مملكه سبا مأرب ومملكه حمير ظفار ومملكه معين كانت براغس في الجوف ولم نسمع عن صنعاء كعاصمه لليمن الا من عندما اتخذها ابرها قبل الاسلام وفي العصر الاسلامي كانت كل الدول نشات خارج صنعاء وكان صنعاء مقرا للخارجين عن هذه الدول كانت دولة كبيرة رسول في تعز دولة بني زياد في زبيد دولة بني في عدن وفي المقرانة يعني نعم. ماذا عن عدن دكتور؟ استمدت صنعاء قيمتها كعاصمة لليمن من ثورة سبتمبر التي اتخذتها كعاصمة وكرمز للدولة اليمنية طيب ماذا عن عدن الآن كعاصمة مؤقتة هل هي المنطلق السياسي الذي تتكع عليه الجبهة الشرعية وهل هي مؤهلة لاستيعاب جميع اليمنيين طبعا عدن مؤهلة جدا لاستيعاب جميع اليمنيين ودائما الدول الاتحادية عندما تتوزع السلطة في الأقاليم تكون العاصمة وظيفتها محدودة يعني الدوله كثير من الدول الاتحاديه العاصمه محددة فيها اربع خمس وزارات ومقر رئيس الجمهوريه مثلا وبقيه السلطات متوزعه على جسد الدوله في كل الاقاليم وعدم مؤهله لاستيعاب كل اليمنيين واذا كان ظهرت هناك مثلا اجراءات استثنائيه للتاكد من هويه الداخلين والخارجين لعدن أه. فهذا الطبيعي في ظل كان وجود اختراقات امنيه سواء من بقايا الخلايا النائمه التابعه للانقلابيين او من داعش وال... والقاعده المرتبطتين بعفاش فهذا وضع مؤقت والان عدن تستقبل وتفتح ذراعيها لكل اليمنيين وان يكون هناك ما يحول دون قيامها بدورها كعاصمه لكل اليمنيين طيب دكتور يعني بحكم قربك من الحكومه الشرعيه الان عندما نم يعني تم نقل البنك المركزي وُجهت هذا القرار ببعض الصعوبات الفنيه، بالنسبه الان لقرار نقل البرلمان كذلك ما يتوقع انه قرار لمؤسسات السلطه القضائيه الى العاصمه المؤقته عدن هل تم تجهيز هذا الامر من الناحيه الفنيه والناحيه اللوجستيه؟ بالتاكيد كل القرارات درست ولهذا يستغرب البعض ويقول لماذا تاخر القرار؟ هو تاخر القرار لتهيئه الاجواء لكي يكون قابل للتنفيذ بكل يسر وسهوله. البنك المركزي ظل اعداد الكوادر والترتيب لنقله على مدار عام كامل والحمد لله في الاخير يعني نجحت الخطوه ولم تكن العوائق بالشكل المتصور او الذي كان يطرح قبل نقل البنك المركزي وان شاء الله لن يكون هناك البرلمان نلتقي يعني هو مؤسسات تشريعيه سياديه ليس مرتبط عليها يعني مرتبط بها البيانات كالبنك المركزي المرتبط به بيانات كادر الدوله بشكل عام لكن البرلمان هو كيان سيادي رمز يعني كيان تشريعي رمز من رموز سياده الدوله ولن يكون هناك اي اشكاليه في نقله الى عدن إذن أشكرك مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض أعود إلى الدكتور عبد الباقي شمسان دكتور بعد نقل البنك المركزي نقل البرلمان توقعات بنقل مؤسسات سيادية أخرى للدولة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن هل يتغير الآن مزاج الجنوبي تجاه الشرعية تجاه بقية اليمنيين تجاه فهم أن عدن هي عاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين؟ اولا هناك ما يسمى باحتكار العنف الشرعي للدوله والسلطه الشرعيه عليها ان تكون حازمه في اتخاذ القرارات وعليها ان تشعر المواطنين بممارسه سيادتها ووظائفها على الجغرافيا والمؤسسات وهذا مهم لا تترك الامر على الغرب ولا تتحقق المصالح الوطنيه آه بالخضوع للمواقف النفسيه والعاطفيه للمواطنين، هناك لحظات تاريخيه ينبغي ان تكون حازمه وصارمه. اثنين انا انبه الى نقطه خطيره، لقد مر تزامن انفجار ابين مع آه لمرتين متتاليتين مع دعوه رئيس الحكومه للمنظمات الدوليه والسفارات للانتقال لعدن صحيح وهذا خطير، لذلك اقول ان إملاء الفراغات الأمنية وتوحيد كل المؤسسات والجماعات الأمنية تحت سلطة مركزية وأيضا حتى لو كان هناك تفتيش في النقط من أجل التثبت ينبغي أن يكون مع المحافظة على الكرامة الإنسانية وما أن تدخل إلى هذه المساحة يجب استيعابك وتوفير هذا الأمن أعتقد أن عدم تكرار عملية العسكرية توفير البيئة الحكومية والمؤسسات الحكومية وبالتالي يمكن نقل المؤسسات واستيعاب الموقف المواطنين المواطنين اليمنيين هذه مواقف لجماعات سياسيه لها مصالح هناك كثير من قطاع الجماهير اليمنيه مع الوحده مع الفدراليه مع الاقلمه ولكن عندما يتم لابد من من يعني تكسير الفجوه النفسيه بين المواطنين عندما نعود للحياه عندما حتى الان وزاره الاعلام لا تعمل في توحيد المزاج الشعبي ونحن كررنا في هذه في هذه المقابله عندما نبث المشترك الوطني التطلعات المخاطر يعني لم أجد أغنية يمنية جامعة لم أجد خطابا لم أعد رمز لم أجد وزير لديه شعار العلم اليمني موجود لم أجد مشروع يتحدث عن الآمال لأن أثناء الأزمات لابد من خلق آمال وتطلعات للجمعيات تخرجها من حالة الحالية لا أشاهد هذا لا أشاهد إلا إلا قرارات تعيينات أين ما يسمى المشروع التعبئه العامه للمواطنين واستدعاء الذاكره الوطنيه الخفيه ونشكل ذاكره وطنيه تحمل تطلعات مستقبليه وتوحد المشترك بيننا <applause> بالتالي في لحظات التحولات التاريخيه ياتي قلق لدى المواطنين ياتي استدعاء الهويات ما قبل الوطنيه ياتي نوع من الجماعات السياسيه التي افرزتها الاحداث طالب بمصالحها الضيقه وليس الوطنيه على السلطه اولا الحزم املاء الفراغ وايجاد مشروع تعبوي تعبوي وطني يقوم بتسويق ما هو مشترك وطنيا ويقوم بما يسمى اعمال الذاكره الوطنيه اعمالها وتهيجها وبالتالي هذا التأجيج للذاكره الوطنيه مع تحول اقتصادي عندما تأتي الجميع الى عدن وتتخيل الدوره الاقتصاديه والناس ينتعشون والإيجارات والدوره الاقتصاديه وستلاحظ اليمنيين انهم ليس بذلك العداء سيخلق نوع من الحياه، ثنين على الدوله ان تدير المعركه بمجموعه من المداخيل وتحدثنا عنها، قلنا اهم عنصر فيها اداره الحياه اليوميه، ايضا عليها ان تعمل ان ان تقوم بأفعال معاكسه تماما لما يحدث في المناطق الانقلابيه من حيث التصريح والفعل ينبغي أن لا توعد بمرتبات تتأخر عليها أن تصرح أو تكون مع المواطن عبر النطاق الرسمي أننا نعاني من ذلك وذلك سنقوم بواحد اثنين ثلاثة المواطن يشعر أنه شريك مع الدولة وهناك نوع من الثقة المتبادلة الثقة المتبادلة, المتبادلة اثنين وتنشأ. عليها أن تدير الحياة اليومية وبشكل سريع الفعل الإنساني وتدخل الإنسان تديره مع مركز الأمير سلمان ومع كل المنظمات الدولية عليها أن تقوم بالجانب الأمني بالجانب الحقوقي التي تعمل عليه وانا اطالب من هنا نحن بحاجه إلى ما يسمى بالتعبئة الجماهيرية للمشترك الوطني ولتطلعاتنا سواء كان هذا تطلع إقليمي كان فيدرالي كان خطر خطر مشترك أين هذه وزارة الإعلام التي تضخ علينا لم نسمع لها صوتا في هذه الأيام أو الثقافة نحن أيضا بحاجة إلى عدن إلى حتى لو كان وضع الأمن نحب معارض للفن التصويري نعطي رسائل للخارج أن هناك سلطة وأن هناك أمان وتعالوا يا سفارات لدينا فن تصويري لدينا احتفال بالفن اللحجي حتى هذه العمليات النفسية ستسهم في, الم... ده ستسهم ده في ذلك علينا نقل إذاعة إذاعة عدن وتلفزيون عدن إلى إلى منطقة عدن وتهيئتها حتى نحن نعرف الظروف المادية ولكن ينبغي المواطن أن يعرف أن المسألة تتعلق بوضع اقتصادي بس لكن هناك ناطق رسمي يبدد لأن الفريق الآخر لديه عشرات المواقع وربما وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة سهلت من الأمر واختصرت كثيرا التكلفة المادية لهكذا أعمال <applause> كذلك. على كل حال انا اراهن على ان مهم جدا الفريق الانقلابي لديه مواقع كثيره يقوم بتشتيت الرأي العام يقوم بخلق حاله احباط هذا السلطه الشرعيه حتى الان لا لا تقوم بما يسمى تجميع احياء الذاكره الوطنيه تجميع المشترك وانا انادي من هنا بان اننا بحاجه الان الى اذكاء هذه الذاكره الوطنيه والى اذكاء مصيرنا المشترك وحتى اذا كان هذا المشترك عقلاني فيدرالي اقليمي انا اصر على هذه النقطه في هذا التوقيت اصر على ايضا استدعاء كل النخب اليمنيه اصر على ألا يعني الا نحدث قرارات محاصصه لانها تحبط الجمهور اليمني وان نستدعي الكفاءات اليمنيه ان يكون هنا ان تكون النخب اليمنيه موجوده لا نستدعيها عند الضروره يجب ان تكون متواجده في عدن لان هذا يخلق نوع من الضغط عليها وعلى الضغط السلطه الشرعيه أن تستعيد سريع الجغرافيا علينا ان يكون هناك اخبار يوميه في في المحلات باقامه ندوات ولقاء ورش سياسيه هذا يعيد عدن لمكانتها ونستطيع ان نستدعي المنظمات الدوليه والسفارات وينبغي ان تعود عدن حيه من خلال ايضا ان يكون لها رساله اعلاميه للخارج ان تقام فيها فعاليات وان تشدد فيها العمل الامنيه ولكن قبل ذلك توحيد الجهاز الامني وتوحيد تراتبيته وقانونيته وايجاد بيئه امنه وأن لا نترك فراغات للإنقلابيين بإقامة عمليات تربك مطالبنا بنقل السفارات أو بأن عدن عاصمة وأكرر لو سمحت أكرر بجملة أن خطاب ولد الشيخ لم يذكر أنه زار صنعاء في ظروف أمنية حساسة ولكنه قال زار عدن بظروف أمنية حساسة وهذا ورقة ضغط تكررها للسلطة الشرعية أنها ورقة ضغط وثم كرر بعدها بكم سطر أن هناك خطر الإرهاب وخطر أنها لن تتعافى بالتالي هذه النقطة أستخدمها ولد الشيخ بشكل ذكي وهي رسالة خطيرة في إحاطته لمجلس الأمن إذا أشكرك دكتور عبد الباقي شمسا على كل ما ذكرته من نقاط أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء كنت معنا في حلقة اليوم شكرا جزيلا لك كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقيه افراد الطاقم الفني الى اللقاء